هناك عادات موجودة عندنا، وذلكم أن الرجل يرد زوجته بعد الطلاق الرجعي بعد فوات العدة وبدون مهر ولا عقد جديد، فما حكم هذه الرجعة؟ المرأة الرجعية أو المطلقة الرجعية هي التي طلقت دون الثلاث، طلقت دون الطلقات الثلاث على غير عوض، هذه تسمى رجعية، بمعنى أنه يحق لزوجها أن يراجعها ويردها إلى عصمته ما دامت في العدة، بقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله من يتعد حدود الله قد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني قد يطلق الإنسان في حالة غضب أو في حالة رغبة عن المرأة ثم بعد ذلك يندم فيراجعها إلى كان بإمكانه الرجعة بكون الطلاق يقبل الرجعة وهي في العدة. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم هذه العدة وأعطاهم فرصة المراجعة فيها من أجل إزالة الندم ومن أجل بقاء الزوجية مهما أمكن. فما دامت في العدة وطلاقها دون الثلاث ولم يأخذ عليه عوضا فإنها تكون رجعية. أما إذا خرجت من العدة ولم يراجعها وطلاقها دون الثلاث فإنه يسترجعها بعقد جديد، يجوز له أن يسترجعها بعقد جديد، لأن إذا تمت العدة بانت المرأة منه بينونة صغرى، بإمكانه أن يأخذ عليها عقدا جديدا. جزاكم الله خيرا. ومن فعل شيخ صالح راجع امرأته بعد انقضاء العدة ولم يدفع مهرا جديد، فكيف يكون حكم هذا الزواج؟ يكون هذا الزواج غير صحيح، لأن الرجعة فاتت في العدة، إذا راجعها بعد العدة هذه الرجعة غير صحيحة، والمرأة تكون بائنة منه لا تحل له إلا بعقد جديد. وما حكم الأولاد الذين يلدون بعد ذلك شخصان؟ إذا كان راجعها بعد العدة ووطئها فأولاده يلحقون به، لأن هذا وطء شبهة، لكن هذا الوضع غير صحيح وغير حق، لكن ظن أنها تحل له يكون هذا من الشبهة، لم يتعمد الخطأ. جزاكم الله خيرا.